لأي مدى بيساهم التوافق في الرؤى ما بين قيادتي البلدين الشقيقين يا دكتور في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية للأمام؟ طبعا التوافق في الرؤى ده بيذلل كافة العقبات وأي تحديات بتواجه المستثمرين لتنشيط حركة التجارة ودخول الأسواق وزيادة النفاذ المنتجات الخاصة بالبلدين. يعني لما بيكون في مشكلة خاصة مثلا بالمواني أو بالإعفاءات الجمركية والإجراءات الخاصة بها، طبعا لما بيكون في تيسيرات أكتر و تعامل أكثر حرفية وبسرعة وسهولة، ده بيساهم بشكل كبير جدا في سهولة نفوذ أو نفاذ المنتجات من خلال البلدين، وبالتالي بيعظم من حجم التبادل التجاري، وبالتالي ده بيعود بالنفع على كافة الأطراف من خلال زيادة الإنتاج وزيادة توافر فرص العمل اللي يعتبر أهم المحددات الأساسية من أي اقتصاد أي دولة، إن هو يزود من حجم الناتج المحلي الإجمالي ويوفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. شايف ازاي توجيهات الرئيس السيسي يعني بالعمل على دعم العلاقات الثنائية والتنسيق لمعالجة أي صعوبات بتواجه التبادل التجاري بين العاصمتين؟ التوجيهات دي يعني تأثيرها هيكون إيه على العلاقات؟ طبعا توجيهات السيد الرئيس المواجهة المباشرة والحلول العاجلة لأي تحديات ممكن تطرأ على النشاط التجاري أو الاستثماري بين البلدين، ده بيكون ليه مردود إيجابي جدا على سرعة وتيرة الأعمال والإنجاز، خاصة إن الدولة المصرية حاليا بتنتهج سياسة لزيادة حجم صادراتها، وبالتالي تلك التوجيهات تأتي في الإطار العام لزيادة حجم الصادرات المصرية اللي بنأمل إن هو يصل ل 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار أيضا الحكومة بتعمل بكل جدية وسرعة على تقديم كافة التيسيرات لكافة المصدرين من خلال برنامج دعم التصدير وإعطائه الحوافز والإمكانيات المتاحة اللي تقدر من خلاله استغلال واقتناص الفرص التصديرية من خلال متابعة حثيثة من مكاتب التمثيل التجاري خاصة في الأردن في فتح منافذ وآفاق جديدة للمنتجات المصرية للدخول في السوق الأردني، خاصة إن احنا شهدنا تطور ملحوظ بالنسبة لمصر في حجم صادرات الحاصلات الزراعية، وبالمناسبة هو برضو بيمثل القيمة الغالبة على حجم الصادرات المصرية للأردن. وإحنا خلال المرحلة الحالية الحكومة حاليا بتعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي في زيادة التعاون مع الأردن من خلال زيادة حجم صادراتها اللي بالتالي بيعود بالنفع على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري واستدامة النمو اللي الدولة حاليا بتهدف إنها تحافظ على كافة المؤشرات اللي تحققت خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.